جدا والشيق. بعد ما شفنا الطاقة الإيجابية، أكو طاقة إيجابية موجودة اليوم وياي بالاستوديو. طبعا مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف برنامج يوم جديد سيدة عراقية أتقنت فن الطبخ وتزيين الورد وقدمت الأكل العراقي بأبهى صورة طبعا خارج العراق. أكيد ويانا اليوم اللي هي ست تانية الجاف، كان لنا لقاء سابق وياها في برنامج يوم جديد لكن عبر السكايب، أما اليوم هي موجودة ويانا وضيفتنا داخل استوديو برنامج يوم جديد. راح أكيد نورتنا هي وراح نسولف بتفاصيل هواية، راح ندخل بالانتقالات اللي صارت بحياتها وإبداعها بالطبخ وشلون هي تقدر توفق بين أنه هي شهادتها محاسبة بالأساس، بعدها هي شيف بل أيضا بالأساس، والنقطة الثالثة أنه هي يعني منسقة زهور خلينا نقول، وأيضا أم، يعني هذا الخليط الجميل بسيدة عراقية. فخلونا أكيد نرحب بها. يسعد صباحك حبيبي. صباح النور، نورتينا حبيبتي، والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. واليوم احنا راح نسولف هواي انا وياك، هواي عندنا مواضيع راح نحكي بها، بس أكيد. اول نقطه انا حابه اعرف انه انت محاسبه، نعم، هذا الجانب، والجانب الاول انت شيف محترف بكل التفاصيل ومنسقه ورد، اللهم بلا حسد، وام، هاي كل هالادوار المختلفه اللي هي طبعا كل دور له شخصيه معينه اكيد. فاحنا حابين نعرف يعني 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 حابين نعرف انه هذا الموضوع انه هي شخصيه وحده، لو كل دور انت ممكن تقومين به تكون به شخصيه محدده. هو بالتاكيد انه هو شخصيه وحده راح تكون، طيب، بس خلينا نقول انه اذا يكون بالبيت فهو انا ام بناتي، طيب، وزوجه، بس خارج يعني خارج البيت أنا حاولت أدمج بين كل هاي الصفات بشخص واحد. نعم. يعني من تجي المناسبة خلينا نقول ردت يعني شيء يكمل شيء، لهذا سويت هاي الأشياء كلها مع بعض. إنه خلينا نقول إنه أنا أول ما بديت على دوري كمحاسبة، طيب، وراها صراحة ما حبيت الاختصاص هذا، الاختصاص مو المجال، مو المجال، يعني قاعده بالاوفيس اقعد وحسيت انه يقيدني، مقيده فاحب انه اشتغل حرفيا بايدي، يعني احب هذا الشغل، فلهذا اتجهت الى، وطبعا من انا صغيره احب هذا الشيء، بس وراها بديت اسوي يعني بديت انسق الورد واخذت الكورسات ودرستها طبعا. وراها من كنت اسوي المناسبه، طيب، احس اكو نقص، اريد لمستي تكون تخلين لمسه، اي لمستي، احبها تكون متواجده بكل مكان المناسبه، طيب، لانه من يكون شخص واحد مسوي الايفنت خلينا نقول ما راح يصير بيها اخطاء، صح، فمثلا اني اكون دايركت على هاي مثلا هاي الاشياء من اني اكون كلها، بس اذا شخص فعده اشخاص عندهم عدة آراء راح تكون تختلف، يعني يكون خلينا نقول شوي يصير بها خربطة. خربطة. طيب اليوم أنت شرحتي هاي الأدوار اللي كلها بها، أنا حابة أعرف أي دور من هاي الأدوار هو اللي ثقل شخصيتك 100%؟ الشيف. شيف. أكيد. هو هذا اللي أبدعتي به. أكيد أكيد الشيف، و يعني شافوا شلون ترتيب المائده خلينا نقول، يعني البرزنتيشن مال المائده، يعني اكثر شيء هذه هي اللي هاي هوايتي وشغفي، يعني من انا صغيره. طيب هذا الجانب، الجانب الثاني انت معناها مؤيده لعمل المراه، بس يكون بتوازن او يعني خلينا نقول تروح باتجاه العمل. اكيد ماكو شيء لازم يكون توازن بالحياه، بكل شيء لازم واحد يوازن بين شغله وعائلته. وعائلته صح. يعني اكيد هذا الشيء، يعني انت اني واضح عليك التوازن بدون شرح تفاصيل، زين. خلينا نقول اليوم هذا التدرج اللي صار عندك حتى عالم الورد اللي هو انت درجتي به، عرفنا انه انت هذا الجانب اللي هو حبيتي، خلينا نقول جانب الشيف. اي نعم. بس اليوم جانب الورد شلون قدرتي توفقي او تنسيق الورد ويا الشيف اصلا؟
مثل ما قلت لك يعني اني من تجي المناسبه اجي اسوي طاوله الاكل اشوف الورد بينقص المناسبه اكو فد نقص فحاولت انه تكملين هذا اكمل هذا الشيء واصلا اني هاويه انه اسوي تنسيقات الورد يعني من اني صغيره ويا الاكل ارتب المائده مثلا اخلي الورد وهاي الشغلات فحاولت انه اسوي شيء يكمل شيء زين اوكي هسه خلينا نروح لجانب الاكل بما انه هذا الجانب وجانب الشيف انت حسيتك عندك يعني مايله الى اكثر زين صار كم سنه انت ما زرتي العراق 16 سنه 16 سنه من قبل 16 سنه لحد الان هو طبق المشويات هو الطبق الترند نقدر نقول عليه طبق اللي هو دائما بالمقدمه اكيد واللي هو اصلا موجود يعني بكل مناسبه حتى اليوم ممكن اي شخص يقعد بمطعم ممكن يطلب مشويات حابين نعرف شنو السر بهذا الموضوع اكو سر وراء هاي التفصيله المشاوي اي وهي بنفسها مثل ما انت يعني ذكرتي قلتي انه الموضوع صار له 16 سنه انت ما موجوده بالعراق وهو لحد الان المشاوي بالنسبه يعني انت قصدك على العراق يعني أي. طبعا لحمنا العراقي وينكم من عنده زين يعني الطعم اللحم العراقي يختلف يعني وبالذات خلينا نقول لحم الغنم العراقي مستحيل لو تروحين بلدان العالم كلها ما راح تلقين مثل طعم اللحم العراقي لهذا يعني تشوفين بكل مكان بأي مطعم لازم تكون أكو طبق مشاوي صح وثانيا صحية يعني انتي لو تجينا على نحكي كشوية دايت ما دايت يعني بس بروتين بوحده فيعني اكيد وسع شوية ندخل اكثر شويه جماعه زين. الكيتو وما كيتو كلها راح ندخل يا. زين احنا ذكرنا المشاوي اكو هواي نساء يعني فشلون بتقديم المشاوي تتبيلها وتحضيرها ما تجي وياهم خلينا نقول مضبوط 100% او تحضير اللحم طبعا بانواع الانشواء انه احنا اليوم ممكن نقدم لهم سر من اسرار اللحم اللي هو الاسرار التتبيله الخاصه باللحم والمشاوي اي طبعا اكيد بالنسبه للحم يعني اذا يكون اللحمايه زينه ما تحتاج لها تتبيله التتبيلات انا دائما اقول للحمايه اللي يعني تريد لها يعني خلينا نقول لا بالعكس اللحمايه الفروزن يحتاج لها تتبيل بس اللحمايه مثل لحمنا العراقي شو التبليه يعني بس خليله ملح شويه يصير اطيب شيء بس اللحم الفروزن دائما الناس تبله بس هو بقت على شنو نوع الاكل اللي تريدين تبليها همينه احنا بدنا نحكي يعني. المشاوي طبعا احنا بدنا نشوف هذه الصور بدنا نشوف هاي الاكلات الجميله وياها اكو لمسات مال اناقه بتقديم الطبق هذه كلها طبعا الاكلات انت مقدمتها حضرتك اي نعم فاكو تزيين جميل تنسيق بين الاكل وبين الالوان اللي موجوده على التزيين بالاكل فاحنا قلت لك اني حابه اعرف انه اليوم شنو السر ممكن يعني بس اللحم العراقي الفريش انت ذكرتي قلتي انه هو ممكن فقط الملح في هاي التتبيله مالته ملح اي طبعا يعني بس مثلا ستي التكه مالتنا مثلا خلينا نقول يعني تخلي لها ملح وتشويها يعني خلص. او يعني بصل وشويه طماطه بالبلندر وتبليه يعني ممكن احنا ننوع هنا هو التتبيله مالتها تكون فقط ملح بس احنا نجي ننوع بالخضره اللي تكون موجوده وياها اي يعني مثلا اذا تريدين التبليه مثلا خلينا نقول التكه يعني مثلا مرات عندي مثلا هاي الوصفه يعني اتوقعها من كلش طيبه يعني مثلا انا بالذات هناك مثلا بامريكا عندنا لحم الغنم ما موجود بكل مكان فناخذ اللحم الاسترالي فالاسترالي شويه ريحته بها ريحه هناك اللحم فخلي له بصل وطماطه بالبلندر 2 3 اورز وراها يلا نشوي فهذا يسحب كل المنوت يخ اللحم بس لحمنا مال هنا احنا خلاص يعني فريش حرام يعني اصلا توخرين طعمه يعني صح ممكن بهاي التتبيله طيب خلينا نجي على جانب اللي هو العراق المائده العراقيه والاطباق الشرقيه انه المتعارف عليه احنا دائما نحب التنوع وكثره بالاطباق عكس الخارج اكيد 100% يعني طبعا. احنا اليوم دائما الاطباق مالتنا الشرقيه تكون متنوعه حابين نعرف من عندك شنو هي قائمه الطعام المثاليه
المريحه بالتحضير واللي ممكن تكون يكون عندي تنوع بها كامل. اولا بالنسبه لهذا الموضوع انا بالنسبه لي انه حسب نوع المناسبه. طيب يعني مثلا اذا شنو المناسبه اللي مثلا خلينا نقول مثلا اني عندي مناسبه زواج، مناسبه قعده عاديه بالبيت. طيب. عزيمه مثلا، لازم لهذا لازم يلا نعرف شنو نقدم نوع الـ مثلا اذا يكون زواج اكيد راح لازم يكون شيء يكون بروتين، يعني لحم او دجاج، سمك. فيجيتيريان هسه هوايه من الناس يميلون الى الاكلات النباتيه، فمثلا او فلهذا لازم تكونين تخلين هاي الاربع انواع موجوده دائما، مثلا تلقين مثلا تروحين الاعراس تخلين هذا الاربع اصناف تكون موجوده. بس في البيت اذا مثلا بالبيت تكونين انه انت تعرفين الشخص اللي جايك مثلا شنو ممكن يحب. افضل اني بالنسبه لي المقبلات وراها اسوي المين كورس اللي هو مثلا المود لي يروح طعم الاكل. طعم الاكل صح، يعني انت من واحد من خلينا نقول تاكلين تمن مرقه كباب راحت الاكله يعني رئيسيه صح. قيمتها راح تروح يعني ما راح يحسون بطعم الاكله صح. فاليوم ممكن التنوع، بس انت قلتي فضلتي انه ممكن واحد يقدم السلطه المقبلات بالبدايه. اي مقبلات او نسوي مثلا شلون صلصات وياها، مثلا واحد يخلي خضار يخلي واحد وياها. انا دائما اخلي مثلا لحم، احنا الاكله الاساسيه بالنسبه لنا يعني لازم يكون يعني خلينا نقول تمن مثلا. طيب. او يعني فشي يكون نوع من الكربوهيدرات تكون موجوده وياها. أوكي. نوع من البروتين، نوع من الخضار، هذا يعني من يكون المين كورس دائما، يعني على مود هاي الثلاثه هي اللي تشبع متكامله. وراها مثلا اللي يريدون السمك يريدون دجاج يريدون لحم الطبخين، بعدها انت بقت دائما انا اسوي المين كورس يكون يا اما يعني لحم اكيد والسمك هم اخلي مرات بال على مود الناس، حتى انا ممكن يناسب كل الاذواق. يناسب كل الاذواق. طيب هسه احنا نريد نعرف الشكل الاوروبي والمضمون العراقي، شلون انت اليوم ابتكرتي هذا الجانب انه انت تقدمين الاطباق العراقيه بس بشكل وديزاينات خلينا نقول وتزيين اوروبي؟ حاولت انه اطور الاكله لان احنا اكلنا ماكو اطيب من عنده. طيب يعني الاكل العراقي شوفي وين ما تروحين يحبوه، لانه اكلنا مايلد يعني ما بي لا يعني ما بي هواي بهارات، لا مو كلش حامض، مو كلش حلو، تعرفين ولا كلش سبايسي. فحاولت لهذا شفت كلش اكو رغبه على الاكل حابين الاطباق العراقيه، فحاولت اطورها بشكل انه اسويها مور فينجر فود، يعني البايتس اسوي الاكل مثلا الرز اقدمه على شكل يعني بايتس صغار، ورق العنب على شكل او السالادز على شكل يعني دراسات صغيره نخليها. فشفت على اكو اقبال وحابين هذا الشيء. وثانيا الناس بدت النظره تختلف، من تعرفين من عن طريق السوشيال ميديا والانستغرام والاشياء اللي ينزلوها، فالناس بدت تتفرج اكثر وحابين حابين يعرفون ويجربون يجربون هاي الاشياء صح، يعني اكثر من ما يشوفون فشي كبير يعني صح، فممكن يجربون هاي التفاصيل. ايه زين. نعم. حابين من حضرتك نعرف شنو مميزات اليوم المطبخ العراقي والمطبخ الاوروبي او المطابخ العالميه بشكل عام؟ مميزات المطبخ كل العراقي يعني 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 مثلا اليوم حابين يعني نعرف انه شنو المطبخ العراقي اليوم شلون يتميز بالنسبه لي. المطبخ العراقي ينطبخ بجدرين. زين. جدر بلحم وجدر فيجيتيريان، نفس الطبخه. زين، هذا المطبخ العراقي. المطبخ العراقي انت شوفي المرقه العراقيه تجيبيها طبخيها ويا لحم نفسها، طلعي اللحم من عنده وطبخيها فيجيتيريان خلاص تجنن. يعني هنا نقدر نقول اكو سهوله. اكو سهوله ولان اكلنا كله فريش، اكلنا مو مثل باقي المطابخ الاخرى. المطبخ العراقي ما تقدرين
انت تضمين الاكل فروزن تسويه، لانه اكلنا كله فرش صح، من اللحم من المروقات ما يتحمل ينضم بالفريز. باقي المطابخ الاخرى تشوفين الصاصات، الصاصات مالتهم تقدرين تضميها بالفريز، الاشياء الباقيه تقدرين تضميها، بس المطبخ العراقي اللي يميزه حالاته فريش، حالاته كلها فريش. زين هسه انت قلتي انه هو ممكن بقدرين خلاص ينتهي الموضوع. زين احنا حابين انه هسه احنا ذكرنا المميزات ومميزاتها ممكن خلينا نقول سهوله مالها، شنو الاكله اللي تعتبريها هي سيده المطبخ العراقي؟ السمك المزقوف. زين اللي الدنيا كلها تفترين ما راح تلقين منه، مو نفس الطعم، مستحيل مو نفس الطعم نهائيا. يعني احنا يمنا هم موجود سمك ويحاولون يسووا يعني خلينا نقول المطاعم العراقيه، بس السمكه نوع السمكه تختلف. زين المي العذب مالتنا اكيد الطعم السمك يصير اطيب. زين هسه هذه بس السمك المزقوف، السمك واللحم. اللحم. رجعت واقول لك اللحم العراقي والكباب اتوقع هي سيدة المائدة العراقية بالنسبة لي. زين يعني انت ذكرتي انه اللحم العراقي تبل فقط بالملح ولانه هو فريش ما يحتاج اي تتبيلة ثانية. اليوم السمك بما انه يعني انت هم ملح، هم بس ملح حرام، لانه اكو عوائل هواي تدرين تتبله وتتفنن بيه وتضيف اضافات. تتفننين اكو تقسم يعني حسب طبيعه العائله، اكو ناس يحبون الحموضه الزايده يخلوا له حامض، يخلوا له دبس رمان، لا اشوف يخلوا له ليمون، نومي بصره، هاي بقت على نوع يعني الاذواق. بس الستاندرد يعني السمك بس ملح، بس ملح. زين وهنا انت ذكرتي الملح، هو الملح انواع. زين اليوم أكيد نقدر نستخدم الخشن، اكيد الخشن يعني الكوشر سولت هسه يعني حتى من اجيت ودورت شفت كل شيء موجود يعني بالاسواق. يعني زين. ملح الخشن اطيب شيء للسمك او حتى للحم، من حتى للحم. من للحم من يعني واحد من يشوي وراي يخلي فوقها الملح الخشن يطلع، لان الملح الناعم راسا يذوب يفوت بال صح. يعني يمتص راسا بالاعماق. اي نعم. زين خلينا نرجع على الطموح والمستقبل، واكيد كل التوفيق لك مقدما. ما تفكرين او تطمحين بالمستقبل انه انت تفتحين خلينا نقول مدرسه لتعليم فن الطبخ، او ممكن مطعم تكونين انت صاحبه هذا المطعم؟ وإذا فكرتي راح يكون محلي أو خارج؟ قبل كل شيء أكيد كل شيء راح يكون داخل العراق. طيب. وهذا يعني حلم يكون عندي يعني الأكاديميا أكيد يعني هذا يعني أصلاً أنا ذاك اللي قام سألوني إنه على كتاب أو صار لي فترة دا أشتغل على هذا الموضوع، بس الأكاديميا كل شيء عجبني. وبالنسبة للمطعم مفكرة انه اسوي نفس شغلي اللي انا هناك اسويه اللي هو الكيترينج والايفنت بلاننج، وان شاء الله ان شاء الله يعني حسب الفرص اللي لازم اشوف. يعني بعدني ما دارسه الموضوع 100%، تعرفي كل شيء لازم يندرس له اكيد طبعا. وبالنسبه للمواد يعني انا شفت كل شيء موجود، بس همينه يعني اكو شغلات طبيعه خلينا نقول الانجريدينتس اللي هناك المستلزمات اللي موجوده طبعاً. تختلف من بلدة إلى أخرى صح. فلازم هاي كلها أشياء واحد يجربها ويسويها قبل ما يبدي أي خطوة، أي خطوة بتنفيذ أي مشروع بتنفيذ أكيد. أي يعني مشروع يعني هذه الطاقة اللي شفناها منك أكيد إذا بديتي هنا يعني إن شاء الله أكيد راح يعني يكون إن شاء الله يعني فرحتي يعني ما تتخيلين شنو من إجت يعني كنت كلش متوقعة، يعني مو أني متوقعة، بس يعني اللي راوانا غير عن بالميديا غير عن اللي احنا شفناه حاليا. الواقع يختلف، الواقع للأفضل وللأسوأ. اكيد افضل للافضل، اكيد افضل. يعني اليوم هذه رساله ممكن تكون من عندك لكل الناس اللي عايشه خارج العراق، اتمنى الكل يعني ترجع. يعني اذا انا رجعت وغيري رجع وغيري رجع راح اكيد راح يصير ينعمر هذا ينعمر البلد ينعمر اكيد، وهو معمور الحمد لله يعني، بس يصير بعد احلى واحلى احلى واحلى. زين يعني كل مجال وكل اختصاص خلينا نقول بصعوبات، شنو الصعوبات اللي حضرتك واجهتيها اليوم كشيف وشلون قدرتي تبتين نفسك؟
هو صعوبات يعني شلون لقيت اشوف نفسي، صعوباتي موجوده بكل مكان يعني. طيب. في اكيد يعني بالخلطات وبالاشياء لازم واحد يظل يمارس الشغله، ومره على مره على مره حد ما يشوف الوصفه مضبوطه خلاص. وذوق المستهلك حد ما تتعلمين الذوق ويا الكلتشر اللي انت يعني مثلا تتعاملين وياه. انا صح. بالنسبه لي يعني مثلا انه اليوم خلينا نقول كعراق، احنا عندنا مثلا من الشمال الى جنوبه كل محافظه طعم الاكل مالته يختلف من مكان الى مكان. صح صح. فانت لازم تدرسين هاي كلها، تعرفين انه شو تقدمين لهذا. صح انه هو يعني الاكل عامه انه لازم تسوين شيء يرضي ذوق الجميع، فهي صح. هاي الصعوبات لازم تدرسيها. هاي يعني هاي يعني انت اصعب شيء ممكن. اي هذا مو فستان يعني تلبسيه وخلاص. نو no. هذا يعني انه من تسوين شيء مثل اكله واحده ترضي الجميع. انت بالبيت داخل البيت احنا وجهالنا يعني خلينا نقول هاي تاكل ذيك ما تاكل ذاك يريد، فانه هنا بعد تسوينه ولازم الكل راضي على هذا الشيء. راضي صح. فهذا الصعوبات حد ما تعرفين 100% مثلا مثل ما قلتي المستهلك او اليوم العائله شنو حابه شنو حابين او الشخص اللي جاي شنو بالضبط يعني المكان اللي انت عايشه به شو يحبون، شنو طبيعه الاكل مالتهم. مثلا احنا يمنا كامريكا طيب ما يحبون الاكل الحامض، ما يحبوه. احنا العراقيين نحب الاكل الحامض، نحب اكل الحامض صح. خلينا نقول الصعوبات مثلا بالبدايه سويت اكل حامض شفت اكو يعني شنو الطبق اللي مثلا بقى منه شويه عرفتي، فهاي بدت مره على مره كلها تصير اكسبيرينس عندك يعني خلاص طبعاً. صار عندك كل المعلومات وكل الخبره انه انت تعرفين اليوم الطبق المطلوب والغير المطلوب المرغوب الناس المرغوب. اللي حابته بالضبط. بالضبط. زين اوكي. زرتي العراق انت اول يعني طبق طلبتيه شنو، اول اكله اكلتيها شنو وانت سويتيها، او يعني اهلك والاقارب هم اللي قدموا لك هذه الاكله؟ سمك المزقوف. المزقوف والكباب. الكباب سوية جتني اثنيناتهم. زين اول ما قعد من المطار جابوا لي كباب. زين ثاني يوم الصبح يعني مو انت يعني مو انت اللي طبختيهم؟ لا ما طبخت انا. لا ما طبخت. زين هسه احنا عرفنا انطباعك بشكل عام صورة عامة عن بغداد وقلتي ان هم ممكن يرجعون. من رجعتي انت بعد 16 سنة ولقيتي الاشياء اللي يعني انت كنتي مفتقدتها او افتقدتي الاشياء اللي كانت موجودة اصلا بوقتك؟ الاشياء اللي شفتها موجودة والحلوة هواية. زين الأشياء اللي افتقدتها هي الأصدقاء اللي ما موجودين، بس هو أشياء أكو أحلى صايرة يعني. والأشياء اللي مثلا شلون أعبر لك يعني مثلا اللي المفقودة يعني أكو أشياء إيجابية طبعا، بس طغت على الأشياء المفقودة او ما طغت لحد الان موجوده الاشياء المفقوده والها مكان بداخلك؟ لا 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 الايجابيه اكثر اكيد. بس انا دا احس انه انت اكو صارت غصه بداخلك على هذا الموضوع. تنقهرين من تلقين انه مثلا صديقاتك كلهم موجودين يعني اتمنى مثلا انا دار يعني انقطعت العلاقه. لا مو مهاجرين. لا مهاجرين طبعا يعني اتمناهم وياي بهذا المكان يعني صدق اتمناهم من اهلي من صديقاتي من قرايبي من كلهم يعني صدق اتنغسلهم اياها يعني مثلا وين ما اروح اصور لهم واراويهم وهم فرحانين يعني ما يتصورون هذا الشيء صدقي ما يتصورون يعني صح. ال 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 مع الاسف الصوره اللي واصل العالم جدا خاطئه يعني الميديا اللي ديرونا اياه صدقي يعني شيء مختلف نهائيا عن اللي انا شفته. صح
يعني خلينا نقول كلتشر شوك صار عندي، يعني انه على اللي انا شفته معقوله يعني اكو شيء شغلات حلوه يعني. صح، يعني هذا التحويل التام اللي صار يعني تحويلة. اليوم ممكن هم ناقلين خلينا نقول الصوره مراوج غير السلبيه بالضبط، الخراب الدمار، بس السلبي، بس خلينا نقول خوص على كورونا الامراض وال يعني هاي الشغلات اللي ديروناها فقط. طيب حابه من عندك اليوم تقدمين نصيحه لكل بنت مشغوفة وعندها هذا خلينا نقول التعلق بالطبخ، شنو ممكن تقدمي لها نصيحة وهي بدايتها؟ إذا هي حابة هذا الشيء استمري، وإذا فصحت لك المجال إنه تدرسين فكملي دراسة مثل ما أنا سويت. يعني أنا هذا كانت هواية بالنسبة لي، ووراها حولتها يعني وراها درست يلا هي يعني حولتها الى يعني كشغل. فاستمري وابدعي، واذا سويتي الوصفه وفشلتي طيب جربيها مره ومرتين وثلاثه واربعه، صدقي راح تصير، راح تتعلميها، وماكو شيء صعب لاي احد. طيب انا سالتك قبل شويه على قلت لك اللي هي خلينا نقول اكله اللي هي سيده او سيد المائده العراقيه، وقلتي لي السمك وانطيتيني الوصفه مالتها. تمام، هسه انا حابه منك خلينا نقول اكله ثانيه تنطينا التفاصيل مالتها ووصفتها. اليوم هديه لكل محبات اكيد الطبخ اللي يتابعونا. اوكي، تريدين اني اتوقع انه اني يعني معروفة بالرز. طيب التمن، خلينا نقول العراق التمن مالتنا دائما، انه بكل مناسبة يريدون هذا التمن من عندي. فعندي التمن يسموه التمن سيب القالب، زين، قالب على شكل كيكة اللي هي هذا انا انشهرت به، خلينا نقول يعني اول ما بديت الشغل او على السناب شات يعني بالبداية علمتهم هذا الشيء، وبدت يعني كل المتابعين حبوه وقاموا يطبقوه ويدزوا لي الاشكال مالته. وهو عباره عن تاخذين القالب الكيك، طيب اي نوع قالب، هذول على شكل ورده، على شكل قلب، على شكل طابقين تسويها. هي عباره عن التمن، خلينا نقول نصفي التمن المصفي يعني العادي، تمام، نخلي على جنب، نخلط زبد زين وشوية زيت زين وبيضة زين ولبن زين وزعفران، تمام. وإذا عندك دجاج أو مي دجاج تقدرين تخلين هذا كله بهذه يعني الخلطة ممكن نسويها. يعني نسوي لها ميكسينج يعني، وبعدين نخليها وندير فوقها الرز المصفي. تمام، أوكي زين، نخليه بالقالب زين ونطبقه يعني فويلت، اوكي، نخليه بالفرن. حسيت راح تقولين نخليه بالفرن، قايت يعني ركزت كلش، حابه اعرف التفصيله اكثر. نخليه بالفرن. طيب. طبعا هذا تقدرين عباره عن يا اما مثلا هو هذا نوع التمن اسمه تهجين، فتقدرين بيناتها تخلين تفلسين دجاج، تخلين طيب. فوقها زرشك هذا الاحمر وتخلين فوقها مره رخ تعيدي وتخليه بالفرن، يصير طبقات هنا. طبقات. طيب انا دائما اسوي بلين على مود انه تمن ودجاج، مو كل الناس تحب الدجاج، خلينا نقول ويا التمن احاول اسوي بلين يعني، وراها تقلبيه فالتمن يطلع لك على شكل كيكه. وتخلين فوقها زينين انت تريدي، يعني مثلا تريدي مكسرات، تريدين مرات اسوي مثلا تمن باقله، مثلا نص تمن باقله ونص هذا يعني الخلطه نفسها. هوايه اشكال من التمن تقدرين تسوين، او بس هي هاي ممكن خلينا نقول الخلطه الاساسيه اللي انت ذكرتيها. الخلطه الاساسيه البيسك مالتها زبد، زيت وزبد وبيضايه، بيض اي ولبن وزعفران ولبن. اها تمام، حفظت الخلطه يعني لازم اقولها موجوده، ادز لكم اياها اذا تريدون انزلها. تمام، اوكي، شكرا لك حبيبتي، كل التوفيق، وان شاء الله بالمستقبل نشوف مطعم او نشوف مدرسه خاصه بيج لتعليم فنون الطبخ. نورتينا ست ثانيه الجاف، واتمنى لك كل التوفيق. اني اشكركم. شكرا لك. شكرا حبيبتي، ثانك يو. يعني حوار كان جدا ممتع، واكيد مستمرين في فقراتنا لكن بعد هذا الفاصل.